سلام البنات، نبدأ بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا معنا لي صابلي كيجي رائع جدا وأخف من الريشة. بالنسبة للمكونات بتاعته موجودة إن شاء الله في كل بيت واقتصادي جدا. كيجي هش ورطب ولذيذ لذيذ لذيذ بزاف. بالنسبة هنايا أنا استعملت زوج أشكال، شكل قلب وشكل دائري. وبالنسبه للمول اللي انا القوالب بتاعو ما استعملتش القوالب بتاع لي صابلي، استعملت القالب اللي موجود عندي في البيت، يعني ما نحتاجوش في القالب ضروري ضروري، اللي موجود عندك في البيت تستعمليه ان شاء الله. ينال اعجابكم ان شاء الله، واللي عجبكم ما تنسوناش من لايك زوين فحالكم والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جد ان شاء الله. نخليكم مع طريقه التحضير، فرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات عندي هنا نصف كوب تاع السكر ما يعادل 100 غرام، نصف كوب تاع النشا ما يعادل 62 غرام اي 4 ملاعق كبار، كوب وربع تاع الزبدة مارغرين 250 غرام. بالنسبة للبيض انا عندي هنا زوج بيضات صغار، اللي عندكم بيض كبير تستعملوا بيضه واحده كبيره. عندي هنايا معلقه كبيره بتاعت بيكنج باودر ما تكونش بومبي، ومعلقه صغيره بتاعت الفانيلا. بالنسبه للدقيق عندي 3 الاكواب الا ربع بتاع الدقيق الرطب متعدد الاستعمالات، ممكن تستعملوا نوعيه ممتازه احسن ما يعادل 410 غرام. اول حاجه نجيب المول اللي نستعمل فيه، نحط فيه الزبده مارغرين ونضيف له نصف كوب بتاع السكر الخشن. نحاول نمزج هذه المكونات مزيان مع بعضياتها حتى نحس بالزبده ولات عندي كريمي، تبقى كريمي جدا وتبقى لينه، تحسوا بها في اليد بتاعكم لينه. من الاحسن تستعملوا يديكم باش تحسوا بالسكر راه داب جيدا. نجوز جيدا جيدا بهذه الطريقه. كما كتشوفوا ولات كريمي بهذا الشكل هذا، حتى السكر كتحسوا به راه داب. نضيف هنايا زوج بيضات صغار ما يعادل بيضه كامله كبيره، نضيف عليه معلقه صغيره بتاعت الفانيلا باش نحيدو هذيك الزفوريه نكسروها بتاعت البيض، ضروري نخدموها معاه باش نكسرو الريحه بتاعت البيض. صافي نمزج المكونات جدا 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 حتى تخلط كلشي مع بعضياته. وهنا ضفت نصف كوب بتاع النشا ونبدا نخلط تدريجيا كيفما هو موضح في الفيديو. ضروري من هاد الحركه هي اللي كتخلي سميتو الصابلي بتاعنا كيخليه ناجح 100%. انا هنا نبقى نضيف الدقيق بالملعقه، نبقى نضيف كل 4 معالق ونبدا نخلط يعني بشويه بشويه، وانا كنضيف وانا كنخلط. بالنسبه للدقيق ضروري تضيفوه في الاول مع بيكنج باودر، ومن بعد عاد نخلطوا هذا الشيء كامل جيدا. العجينه ما تعجنوهاش بزاف، يعني احنا ما بغيناش العجين، بغينا ندخلو المكونات يعني تدريجيا بشويه بشويه حتى تدخل. صافي نبقى نضيف كل شويه 4 المعالق حتى تدخلوها مزيان 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 مزيان. هادو هما الاسرار بتاع لي صابلي باش ينجح معكم، ما تحطوش الدقيق كله مره واحده. وهنا من بعد ما جمعناها كيف ما كتشوفوا، واخا كيكون داك الشقاق الصابلي اصلا مشقق، على سطح العمل نرشو شويه ديال الدقيق ونبداو نضربوها بيدينا، ننزلوها شويه بيدينا ونبقاو رادين البال مع الجوانب، احنا كنجمعوهم وحنا كنطلقو. ونبدا نطلقها بالدلاك تدريجيا، انا كنطلق وانا كنقاد الجوانب، يعني ما نخليهمش مشقين بنفس اللي كتشوف. صافي نبدا نجبد نطلق
وانا كنقاد الجوانب حتى نحصل على كيف ما كتشوفوا سطح متوازي والجوانب ما فيهمش تشققات. هنا عندي المول بتاع القلب الاكبر الحجم الكبير، نبدا نتراسي الصابلي بتاعي. ممكن تستعملوا اي نوع بتاع المول عندكم تستعملوه، طبعا كيبقى لكم على حسب الاختيار. وعندي هاد الشكل دائري، ونبدا ندير زوج وحدات، وحده مسدوده وحده مفتوحه هاد الشكل هذا. وهنا عندي الصغر القلب الصغير اللي صغر من هذاك الكبير اللي استعملت في الاول، ونفتحه في الوسط. وكذلك الصغير الدائري تا هو نفتحه بنفس الشيء، ونبدا نضغط عليه جيدا باش تراسي ليا الوسط بتاعه. بالنسبه ثالث حاجه من الاسرار بتاع الصابلي، ممكن تستعملوه ما تهزوش بيديكم نيشان، تستعملوه في حال الاله اللي عندي في يدي بتاعت اللي كنصايبوا بها الكيك ولا هذا، وكنهزوه بكل سهوله وبالراحه باش ما يتشققش لينا كيف ما هو موضح في لا فيديو. هو كيتهز بكل سهوله الا استعملنا حنا هاد الاداه هذه. الا جيتي هزيتيه بايدك راه يتشقق لك كله وهتقطع لك العجينه بتاعكم. كيف ما كتشوفوا هنا عندي الطوا انا درتها في ورقه زبده، من الاحسن تستعملوا ورق زبده ما متوفرش، تحطوه نيشان فوق الطاوه من غير دهن اصلا هو فيه الزبده. كيف ما كتشوفوا كنهزو بكل سهوله، كتسهل عليا باش انني نهزو بكل سهوله هذا الشكل هذا. صافي نبقى غاده بهذا الشكل، نهز نحيد العجينه الزائده. بالنسبه للعجينه الزائده ضروري ما نحتفظوا بها عاوتاني، نطلقوها بنفس الشيء ونقادو نتراسيو البات بتاعنا كيف ما موضح هنا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما صايبتهم ندخلهم الفران ديجا سخون على درجه حراره 160، يطيبوا لي من تحت ومن بعد من الفوق، ورجع لكم ان شاء الله. وهذا الشكل النهائي بتاعو كيف ما كتشوفوا، كيجي رائع وناجح 100% من غير تشققات، من غير اي غلط ولا حتى كيتقطع لك، يعني ناجح 100% كيف ما كتشوفوا. واللون ما يكونش محمر بزاف، كيخليه شويه ابيض. بالنسبه للعماره هنايا انا عندي كونفيتير بتاع المربى بتاع المشمش ما متوفرش، عندي الستروبيري بتاع الفريز بتاع الفراوله، وضفت له الملون، انا استعملت بتاع المشمش وضفت له الملون وخلطته جيدا وحطيته في الثلاجه حتى شد راسه مزيان، ونشد به نقاد به الصابلي بتاعي بهذا الشكل هذا. دائما نشد الدائره الكبيره ونحط فيها الكونفيتير اي المربى، ونحط فيها النص الثاني اللي هو فيه الثقب بهذا الشكل هذا. ضروري نحطوه في شي حاجه باش ينشف لينا من بعد. انا استعملت هذه الشبكه هذه باش كتسهل عليا المأموريه، وكتنزل حتى الا كاين شي زوائد كتنزلهم، من الاحسن كنخليه تكينشف. بنفس الطريقه نستعمل نتاع القلب، نحط فيه المربى صافي، ونضيف الوجه الثاني بهذا الشكل ونحطو جانبا حتى هو ينشف، ونبقى غادا بهذه الطريقه هذه تنساليهم كلهم ان شاء الله. وهنا كيف ما كتشوفوا معنا مازال ما خليتهمش يشدوا ريوسهم بزاف، غير نسرع معكم الفيديو باش نوريكم كل شيء. بالنسبه هنايا عندي سكر بودره اي سكر كلاسي، ونرش عليهم غير رشيشه خفيفه بالصفايه بالمصفات، رشيشه خفيفه هكذا كيف ما كتشوفوا،
باش كيعطيهم هذاك المنظر رائع واشياء اكثر، كيعطي حتى المذاق رائع جدا. وهنا حصلنا على صابلي ناجح 100%، من غير تشققات ومن غير تقطعات من غير اي حاجة، صافي بهذا الشكل هذا. وهنا سرينا الحمد لله. نتمنى ينال اعجابكم ان شاء الله. كيجي ألد 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 ما يكون، ورطب رطب بزاف وخفيف، كيجي هائل جدا. نتمنى ينال اعجابكم ان شاء الله. وإلا عجبكم ما تنسوناش من لايك زوين فحالكم ايضا، والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.